احنا لينا حق، لينا حق يا شهد. ابوكي سابه زمان، مش هينفع احنا نسيبه دلوقتي. وده وقت الكلام ده؟ اه وقته، وقته ان احنا نتكلم في الحاجات دي يا شهد. انت عايزه ايه؟ عايزه تلاقينا على الحديده مش لاقيين ناكل، وفي الاخر نروح نسكن في العشوائيات؟ احنا كلنا بنشتغل يا ريتال. شغل ايه وزفت ايه؟ ده انا اللي كنت باخده من بابا في يوم بمرتب سنه. يا بنتي انا كنت بروح الشغل هاني، محدش كان يقدر يقول لي انت بتعملي ايه. مش فاهمه قصدك ايه. يعني العز اللي انت فيه ده، الناس اللي كانت بتقول لك يا هانم، اللي كانت بتفتح لك باب العربيه، كل الناس دي مش هتلاقيها. اول ما تبقي مفنسه يا شهد مش هتلاقيهم. مش للدرجه دي يعني. وحياه امك وامي هو ده اللي هيحصل، واكبر دليل العريس اللي كان يتمنى بس اقول له صباح الخير، اللي كان بيتصل بيا ليل نهار ما كنتش بعبره، اللي كنت بهزقه ما كانش يقدر يقول لي تلت التلاته كام. ده غير بقى امه اللي كانت بتفضل قاعده قدام امك ساكته غصب عنها وما بتفتحش بقها، اول ما عرفت طلعت الوساخه اللي جواها. بس احنا مش واعيين قوي كده يعني. لا وقعنا، وقعنا قوي يا شهد. لما نلاقي نفسنا على الحديده مش عارفين نعيش حتى بربع اللي كنا عايشين بيه، لما اصحابك يتصلوا بيكي يقولوا لك انزلي سهري معانا ما تقدريش تنزلي عشان ما معكيش فلوس. طز فيهم كلهم، مش مهم. كلام، كله كلام. بس في الحقيقة بقى أول ما تقعي مش هتستحملي. انت هتقلبي دماغي ليه؟ بقولك ايه، انت كل الكلام اللي انت قلتيه ده ما يفرقش معايا. انا اقدر اعيش تحت اي ظروف، سواء معايا فلوس او معيش. ماشي، لما نشوف. امك لو عرفت ان انت كلمتيهم هتقلبها مناحة. انت حرة. لا ما تقلقيش، انا عارفه انا بعملي كويس قوي. انا السبب. يا ريتني كنت اتشليت، يا ريت كان لساني ده اتقطع من لخلوخه وما كنتش فتحت بقي. يا ريتني بدالك يا عبد الله. يا ماما يا ريتني بدالك يا اخويا. كفايه يا حبيبتي، ما حدش يقول لي كفايه، ما حدش يقول لي اسكتي، سيبوني في اللي انا فيه. يا عبد الله يا ريتني كنت اتنقط. ايه يا عزت دكتور قال لك ايه؟ والله خير اهدي بس. قال لك الدكتور خلاص خير. الدكتور قال بس اول ما الحاله تستقر هيتنقل اوضه 10 ان شاء الله، وبعدين يعني كلها يومين اتنين بالكتير وهيبقى زي الفل. يومين ليه؟ هيقعد يومين ليه؟ هو عنده ايه؟ في ايه بس يا ست كريمه؟ اهدي شويه وصلي على النبي. مشكله الصلاه والسلام. هو بس بيقول انه واضح ان انتوا يعني ضايقتوه او تعبتوه في البيت شويه. انا يا اخويا انا اللي زعلته، انا اللي فتحته في مواضيع، انا اللي اتكلمت. يا ريت كان لساني اتقطع، يا ريت كان قلبي وقف ولا كنت فتحت بقي. يا ماما انا السبب. يا ماما عشان انا السبب. صحتك يا ماما. انا السبب يا اختي. يا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله. اه والنبي يا عزت، محلفك بالنبي الدكتور قال لك حاجه وانت مخبيها عليا؟ قول يا ابني قول. والله ابدا، ان شاء الله يبقى كويس. عزت احنا متشكرين قوي، تعبناك معانا كتر الف خيرك. لا انا تحت امرك طبعا، انا بس عايز انزل اجيب لكم اي حاجه من جنب المستشفى تاكلوها ولا حاجه. لا 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 خالص، انت كفايه عليك قوي لحد كده، انت يا دوب تروح بقى. لا اروح ايه، انا اصلا واخد اجازه بكره، يعني هبقى فاضي خالص. والنبي يا عزت كفايه بقى، ما تحسسنيش بالذنب، روح بقى شوف انت مصالحك. مش هينفع امشي، انا لازم اروحك انت والست كريمه. لا لا، الست كريمه مش هتروح، الست كريمه هتخش تقعد تحت رجلين عبد الله وتشوفه وتحس بيه وتطمن عليه. ما اقدرش امشي. بس اهدي وصلي على النبي، الدكتور هو اللي قال بنفسه ان احنا لازم نمشي، وجودنا ملوش اي لازمه. ما اقدرش. صدقوني والله بجد يا عزت. اه طبعا، الحاجات دي بالذات انا ما ينفعش اخبي فيها واجد. طب يلا يا ماما، يلا حبيبتي بقى عشان نمشي. ما اقدرش يا زينب، ما اقدرش اشوف ابوك يا بنتي. بقول لك ايه، انت روحي اتكلي على الله، وانا لو عايز حاجه هكلمك في التليفون. امشي مش هينفع يا ماما، صدقيني ممنوع حد يقعد معاه، صدقيني ممنوع. وانا هجيب طبله، انا هقعد سكته، وانا هفتح بوقي بكلمه بس اطمن عليه، ابقى شايفاه وهو بيبرمش وبيتنفس. يا بنتي حرام عليكي. يا ست كريمه افهميني، طول ما انت مش مستريحه هو كمان مش هيبقى مستريح. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان هو اكيد حاسس بيكي، وطول ما انت قاعده هنا بتعيطي ومش مستريحه هو كمان هيبقى قلقان ومش مستريح. لكن لو عرف وحس ان انت روحت البيت وارتحتي
هيبقى مطمن والله، وقسما بالله باذنك يا رب بكره تيجي الصبح تلاقيه قاعد في اوضته زي الفل. ابي يا عزت. اه والله الله يطمن قلبك يا ابني. يلا ماما بقى اديكي سمعتي. حاضر حاضر حاضر، ربنا ياخد بيدك يا عبد الله يا رب، ربنا ياخد بيدك يا عبد الله. مسكين يا بنتي مسكين. امسكها معايا. يلا يلا. ريتال هي اللي اتصلت وجالت. وجالت المستشفى؟ معرفش، انا قلت اجي اقول لك عشان نشوف هنعمل ايه. خلي السواق يجهز العربيه. يا سيد سيد فندم. جهز العربية. حاضر. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم خايلة عليك العظيم. مش كده والنبي، انت بيه كبير، كان لازم تبقى بيه من البهوات اللي بنشوفهم في التلفزيون. حياتك لا يحصل. بقول لك ايه، انا كنت عايزة حاجة كده. قولي. عينيا. فلوس. انا ما بحبش الكلمة دي خالص، بتضايق منها. ليه؟ هو انا قلت حاجة عيب؟ عيب؟ يا رود تطلبي حاجة عيب، ده أنا أحبك أكتر. أصل أنا يعني كنت عايزة أبعت دلال تجيب لي كم طقم كده من المركز. طقم؟ طقم إيه؟ لا مش لازم تعرف، لما اجيبهم هقول لك. حاجه يعني لزوم العيب؟ ابو العيب كله. طب لما نشوف. بس على الله يطلع اي كلام. تسلم يا حسن. وابقي خليكي في الغوامق. يا حسن حسن، انت هتسمع كلام بنت كريمه؟ لازم اطمن بنفسي. اطمن بالتلفون. هكلمهم وانا في الطريق. انت مصدق؟ هي لقيت الحكايه الاولانيه ما جابتش نتيجه، بتشوف طريقه تانيه. ما بقى عملت اللي عليا. لو هو عيان صح كانت هي اللي اتكلمت وكانت عملتها ليله، لكن خلت بنتها اللي تتكلم علشان تحنن قلبك وتروح على ملا وشك. جبريه حل عن نفوخي. هروح معاك. لا هروح معاك عاد. ادخل. صح اللي بيقوله حسن ده؟ عبد الله عيانه في المستشفى؟ يا الله، جريحة حرمة منك ليه؟ أنا جاهزة، حاجة معاك يا عبد الحكيم. وأنا قلت لا، ما تهوجيش. لعبة. لعبة بتلعبها بنت الكلاف، لو إيه؟ بتخلي بنتها العايجة تكلم حسن. عشان تفتح سكة وياه. قصدك ايه؟ مش فاهمة يا جبري. بتخلي بنتها تفتح سكة مع ولدي، ما يعرفها عبيط وبتهبل على اي واحدة يشوفها. خايب ولدي وانا حافظاه. يعني عبد الله مش عيان ولا حاجة؟ لا مش عيان، هي لقيت حكاية الدين ما جابتش نتيجة، قالت نقلب الليلة عيان وبيموت وعبد الحكيم يجري على ملا وشه، وإن ما نفعش أهي بنتها كلمت حسن وحيروح لها جري. وحتسيبيه إياك؟ هسيبه، بلاش عندي غير قبر مفتوح أدفنها فيه بالحياة
ولا إن بنت من بناتها تاخد عيل من عيالي. كفاية نادية. طب يلا عشان عبد الحكيم ما يستعوجناش، غيري خلاجاتك وأنا حسبقك على تحت. ولا تضايق نفسك. زهقت، زهقت يا فريدة. أنت اللي عامل في نفسك كده. قولي لي أعمل إيه؟ سيبك من اللي بيحصل واشتري دماغك وحياتك. أنت الدنيا صغيرة والعمر مش طويل، يبقى لين عيش نهرك ده على الفاضي. دور على اللي يريحك وخليك جاره. عشان كده أنا جيت لك. وأنا عارفة متأكدة إنك جاي. عارفة؟ أنت مش عارفة أي حاجة. أنت عارفة الناس بالبلد كلها ما بتحبكيش. وماله؟ أهل البلد بيكرهوني عشان أنا قوية، بيقولوا إن عيني يتدبي فيها رصاصة، وحريم البلد بيقولوا عني فالتة وحبلي سايب. بس هما بيقولوا كده عشان مش عارفين يبقوا زي، بيقولوا كده عشان مفيش واحدة فيهم اتجرأت وقالت لا عشان حاجة مش عايزاها. وانت كمان أهل البلد بيكرهوك عشان غيرانين منك، مش عارفين يبقوا زيك، مال وحسب ونسب. والحريم بتبص لك في الرايحة والجاي. تعرف ايه؟ أنا لما أقعد جارك قلبي بيستريح. عشان تعرف لما بقول لك خليك جاري وجنبي تبقى تسمع الكلام. عايز أقول لك عن حاجة. قول. أنا كان نفسي من زمان أعيش في مصر. وحياتك وأنا كان نفسي أفتح شركة كبيرة قوي. الدنيا هناك واسعة واسعة. ده كان حلمي من أيام ما كنت في الجامعة. وإيه اللي خلاك ما تعملهاش؟ أبويا. عبد الحكيم ولا جبرية؟ لا عبد الحكيم. تبقى مش عارف حاجة، جبرية هي اللي عايزاك جارها وأبوك بيوافقها عشان يشتري دماغه. اسمع مني اللي بقولك عليه. يا ده انت جارية البيت قوي. الحريم تخرب البيوت وتعطل المراكب السايرة، دماغهم فاضية مشغولة بحاجات هبلة لا بتودي ولا بتجيب. انت اللي بتقولي كده؟ هو انت فاكرني مرة فاضية ولا ايه؟ لا انا دماغي ده بيوزن بلد. في ايه مالك؟ مش قلنا كل حاجة تبقى في الأصول؟ هترجع في كلامك ولا ايه؟ سامحيني بس حسيت انك قريبة مني. وماله؟ جرب زي ما انت عايز، بس بعد العقد والمأذون. صباح الفل ست الكل. صباح الخير. بص انا جاهزه اهو، يلا عشان ما نتاخرش. لا يلا عشان ما نتاخر، احنا لسه قدامنا وقت، ده الزياره كمان ساعتين. طب وماله، احنا نروح بدري نقعد قدام المستشفى عشان اول ما تفتح نخش على طول. يا ست الكل اطمني، انا مكلم الدكتور وقال لي ان الحاج بقى كويس خلاص، وبعدين اتنقل اوضته كمان. بتتكلم بجد؟ طب الحمد لله،
ألف حمد وألف شكر لك يا رب. صدق وتأمني بالله لا إله إلا الله، أنت ست عسل. آه صحيح، ده أنا عايز أشتكي لك بقى. أنا بقالي فترة عمال أقول لشهدي نفسي أشوف الست الوالدة، تقولي لأ مش دلوقتي، مع إني والله لو كنت شفتك من زمان ما كنتش بعدت عنك لحظة. معلش يا حبيبي، كل حاجة بأوان. نتكلم بجد بقى، بطل هزار. فعلاً اطمنت على عبد الله. والله العظيم زي الفل، وبعدين أنا أكدب على الدنيا كلها وما أكدبش عليكي. طب تعالى ناخد القهوة وبعدين نروح. اتفضل اتفضل استكمل. عزت طلع جدع. ما انا عارفه انه جدع. طب يا اختي بقى، عايزك تتبسطي قوي عشان شكله كده دخل قلب امك على الاخر. يس. قلتي لماما ان انتي كلمتي عمي؟ لا ما قلتش. طب وما قلتهاش ليه؟ عشان مش ناقصه عصبيه على الصبح، لما يبقى يجي عمي يبقى يقول لها هو. اه بس هي لازم تعرف على فكره، هتهبي فيكي. بقولك ايه؟ الاخ اللي بره ده هيفضل مشرف عندنا هنا كتير ولا ايه؟ وانتي مالك اصلا بالاخ اللي بره؟ يعني ايه انا مالي؟ حاسه لازقه كده. وبعدين يعني يعملي فيها المنقذ، هو على فكره ما عملش حاجه اكتر من اللي احنا كنا هنعملها. انت متضايقه منه كده ليه؟ نعم، وانا هتضايق منه ليه ان شاء الله؟ هو بس كده يعني انتهزها فرصه وعمال يدخل لامك ويتنحلح لها، الحاجات دي انا عارفاها كويس قوي. ما تحطهاش في دماغك. احط مين في دماغي يا زينب؟ هو انت بيخش عليك الحركات دي؟ عملي فيها المنقذ والحاجات دي، الحاجات دي كلها مفقوسه على فكره. ايه بقى؟ طمعان فينا مش كده؟ ريحي نفسك، اختك قالت له الحمد لله ان احنا فلسنا وبقينا على الحديده. يعني بقى لو كان عايز يخلع كان قفل تليفونه وخلع زي ناس تانيه، ولا ايه يا ريتال؟ حبيبتي علشان خاطري بلاش الحركات دي، مش وقتها خالص. الراجل كتر الف خيره وقف جنبنا في وقت ما احنا. وانا والله مش قصدي حاجه، انا بس يعني خايفه يكون بيعمل اي حاجه كده ولا كده، احنا مش فاهمين. لا ولا كده ولا كده، ريحي نفسك انت بس. الراجل بيبان بالموقف وهو واقف جنبنا، يبقى ايه نحترمه على الاقل. ماشي لما نشوف. طمنينك. لما دلال تقول لك طمن تبقى تطمن. فوزيه ليك، هتتجوزها يعني هتتجوزها. خلاص استبينه، قومي معانا توكل على الله. لا اهدى، انا قلت لها ان انت رايدها وطالبها وهي ايه وبتاع ايه يا دلال؟ بطل لك ليك ديت وخش في الموضوع دغري. اسمع مني، عشان تنول مرادك لازم تبقى هادي وراسي. ايه ما انا هادي هداوه قدامك اهوت وراس رساوه. ايه اللي قول لي يا دلال، هو صحيح كلام الناس ده اللي هيقولوا ان البت فوزيه راكبها جن مصور وهو اللي واقف حالها؟ لا مصور ولا مدور، هم بتوك في الحال اللي عاملين يقولوا عليها كده. انما ست الستات فوزيه قمر كمل. هي من ناحيه كمل فيا كمل، صحيح حلوه وفرعه وقمر، صحيح كبرت في السن شويه لكن ما يضرش. عارفه يا بنت يا دلال، لو الموضوع ده مشي والجوازه تمت، انا هرضيكي احسن مرضيه يا اجدع وليه في الدنيا ديت. اي والله العظيم. نعم يا عينيا. ترضيني ده ايه؟ لا، لما يكتب الكتاب فداني يكتب باسمي، ودلوك عايزه 50,000 جنيه ابشرق بيهم حالي. موافق يا ستي. ماشي يا دلال. فتحي اثبت مكانك، رايح على فين؟ راح اشوف حالي. راح تشوف ايه؟ حالك؟
حالك ده ايه يا ابو حال؟ ما انت قاعد واكل شارب نايم بتربي في لحم، مفيش طلوع. لا هطلع هطلع يا ام لسان طويل. ما هو انت لازم تفهمي يا حبيبه قلبي ان اي جوازه في الدنيا فيها الراجل وفيها الست. الراجل بقى لازم يطلع ويشوف شغله، والست بقى الحلوه الجميله اللي زي كده تستناه في البيت لما يرجع تشوف طلباته. وكفايه بقى عشان انا زهقت وطهقت منك. سلام. طيب يا فتحي، اما خليتك تقول حق برقبتي ما بقاش انا شمس. يا اختي سيبيه يشم هوا ياخد نفسه. رايحه فين يا بت؟ طالعه يا حبيبتي. طالعه بس المره دي مش راجعه واصل. لا يا حبيبتي مفيش طلوع. ايه مفيش طلوع الا لما يجي جوزك؟ ولا انت فاكراها يعني وكاله من غير بواب؟ لا ما البواب قدامها، بس انا ما بحبش اكلم البوابين ولا الخدامين. خدامين؟ مين دول الخدامين يا بنت الكلاف؟ الكلاف ده برقبتك انت وعيلتك كلها. اقول لك اطلعي، يمكن لما جوزك يجي وما يلاقيكيش الدم يضرب في نافوخه ويطلقك ويجيب ايه اللي تشيله وترمي. اللي تشيله وترمي. ضحكتيني يا شمس. يا بنت الحال من بعضه، لما تبقي تحبال انتي ابقى حبالانا. تقصد ايه يا ناديه؟ اللي بيته من جزاز يا حبيبتي ما يحدفش الناس بالطول. بالك يا بنتي يا شمس، يوم ما تحبلي هرش الارض شربات. اعمليها انتي بس. تصدقي انك مش متربيه ونكسر بايه بجد؟ انا نكسر بايه؟ امال ايه؟ بس الدور والباقي عليك انتي. انتي مفكره ان فتحي ده متجوزك عشان جمال خطوتك؟ عشان مال ابوكي، عشان العزب واللطيان. خليه بس يحس ان الحاج عبد الحكيم هيطرده من الجنه اللي متنغنغ فيها، وحياتك انتي هيجلعك زي الصرمه. انا صرمه يا بنت الصرمه يا حقوديه يا سوده؟ خلي الحقد والغل يهري وينقد جواكي، خليه ياكلك يا ناديه يا بنت عبد السلام. يلا يا سعيد بس احنا اتاخرنا. يلا بس على مهلك، احنا لسه معانا وقتين. المشوار بعيد وبناخد وقت. اتعب لك كده نهار فرحك يا ربي باذن الله. الف بعد الشر على الغالي. طمنينا يا اختي، ان شاء الله اللي يكره وايه اللي حصل؟ هو كويس الحمد لله، الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا. سلامتك يا عبد الله، أنت فين يا أخويا؟ هو فين عبد الله يا أختي؟ هو بخير. يا أهلا وسهلا، ألف خطوة عزيزة. هو مين اللي قال لكم أنا ما قلتش لحد؟ جرايا إيه؟ جرايا كريمة، ما كنتش عايزاها نعرف ولا إيه؟ يا أعوذ بالله، لا يا ساتر يا رب، إزاي بقى؟ يوه، مش أنت اللي قلت لبنتك رتال تكلمنا في التليفون؟ معلش يا اختي سامحيني، دماغي مش فيا، مدوشه من اللي حصل. اتفضلوا. اهلا يا ست جبريه. اهلا يا ست فوزية. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا عبد الحكيم؟ الحمد لله. اهلا وسهلا، نورتونا. ازيك يا عمتي؟ اهلا يا حبيبي، ازيك؟ وانت كمان؟ عمي بخير الحمد لله بخير. قولي لي يا اختي، هو في مستشفى ايه؟ ما تتفضلوا يا جماعه، هنقف على الباب. البيت بيتك يا سي عبد الحكيم، اتفضل اتفضل. طبعا بيتنا مش بيت اخونا. يا اهلا وسهلا، منورين. عاوزين نطمنوا عليه الاول وبعدين نرتاحوا. قوي هنطمن. خش يا حبيبي اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا خطوه عزيزه، يا الف خطوه عزيزه. اهلا وسهلا. مش يا عز ساقع ولا سخن؟ لا نطمن على عبد الله اخوي الاول. لا من ناحيه الحاج، الحاج خلاص بقى زي الفل، اطمنه خالص. تمام. انا شغال مع الحاج، يعني زي ما تقول كده سكرتيره الخاص. يعني هو دلوقتي بخير؟ انا اطمنت عليه الصبح من الدكتور. والزياره ميته؟ يعني قدامنا ساعة كده. ما البنات فين؟ فوق يا اخويا فوق، هندههم لكم حالا حالا. يا ريت والله يا مرات عمي، دول وحشني قوي. قلت لي اسمك ايه؟ انا عزة يا فندم. طب تعالى معايا عزة، تعالى. اتفضل صاحبي. ايه؟ توحشتهم كيف يا وقت؟ تعرفوا مين عشان يتوحشوا؟ ايه يا جبرية؟ صلة رحم. كله بثوابه. من اللي قالك تكلمي عمك يا ست؟ قلت يجي يشوف اخوه في المستشفى. يا سلام، قلتي لي مالكيش كبير
ماشية بدماغك كده؟ عادي يعني يا ماما، هو أنا عملت إيه؟ هو إيه ده اللي عادي يا ريتال؟ أنت مش عارفة إن عمك ومرات عمك هما السبب في اللي أبوكي فيه ده؟ أنت إيه؟ دماغك فيها إيه؟ أنا عايزة أفهم. مفيش حاجة، وإحنا مش عيلة ولا إيه؟ أنا قلت يجي يشوف أخوه ويسأل عليه. أنا عملت الصح يا ماما. يا سلام، الصح يا ماما، ما انت عارفة اللي فيها. هو لازم يجي يشوف أخوه يا ماما ويشوف هو عمل فيه إيه، ويعرف إن جوز العقارب هما السبب في اللي هو فيه، يمكن يفوق. انت دماغك دي إيه يا بيت؟ سم بس عاجبني تصدقي. ماما انا عارفه ومتاكده اني عمي ملوش ذنب في كل اللي بيحصل ده. المشكله في جوز العقارب، هما السبب في كل حاجه، وعارفه ومتاكده كمان ان هما ما بيحبوكيش ولا بيتوقوا يسمعوا اسمك. بس احنا هنا عندهم مصالح، لينا فلوس كتير قوي، هنسيبها؟ نسيبها يبرطعوا فيها ونقف نتفرج عليهم كده عادي؟ مش هيحصل. انا عارفه هما كانوا جايين هنا يعملوا ايه. انا مش هبلع العبيطه يا ماما عشان اتصل بعمي عشان يجي يشوف بابا. احنا مش مستنيين منه حاجه، بالعكس انا كنت عايزاه يجي يقعد معانا نشوفنا ويشوفه. اصل زي عمي ده انا عارفاه كويس قوي، لازم يحس ان هو الكبير. عارفه لو حس عكس كده يتجنن ويقلب الدنيا وحواليها. خرب بيت عقلك، انا كنت تايه عنك فين يا بيت؟ الكلام الكبير قوي اللي في دماغك ده، قولي لي يا ريتال بتخططي لايه وبتفكري في ايه بالظبط؟ في ايه يا مرتال مالك؟ تحب اقول لك احنا لينا كام عندهم بالمليم؟ بس بس يا بت، ولا مليم ولا ملايين. يا نهار ابوك يا ابيض، قالوا انا اللي كنت فاكراك يا هبله وعبيطه وبتجري ورا الواد المعفن ده بوريالة. ده انت طلعتي مصيبة. بوريالة ايه يا ماما؟ ده مليونير، وبعدين الفلوس بتحب الفلوس. انا اللي كنت هاخده على حجري مش هو. ايه ده؟ انا زي ما كنتش واخده بالي منك. ده انت طلعتي بيت بميت راجل، انت خلاص هتبقي دراع اليمين. خيب الرجا بقى يا ماما اللي انت بتقولي عنه ده. كان فاكر نفسه ان هو هيقدر يتحكم فيا، او يعني يقدر يزود استثماراته على حسابي. عبيط، ما كانش عارف هو بيتعامل مع مين. وحياتك انت، وحياتك انت يا كريمه لا خليه يقول جاي. اما ابن الكلب بقى اللي لهف فلوسنا ده ونصب علينا، هيجي وهخليه يسف في التراب. لا استني عليا شويه بقى وفهميني ناوية تعملي ايه بالظبط. احنا ننزل دلوقتي نرحب بعمي ونقوم معاه بالواجب ونقول له انت النجدة اللي جات لنا من السما، واحنا ما نقدرش نستغنى عنك، ونخليه يحس كده ان هو لو اتهزت كرامته يتجنن. يا بنت الشياطين. بقول لك ايه، سيبك بقى من شهد وزينب، دول مش فاهمين اي حاجه. طب بقول لك انت ايه بقى يا حبيبتي، يلا ننزل نرحب بيهم ونعمل معاهم الواجب والصح. مش يا كراميل. ده انت اللي كراميل. يلا. عيني يا عيني، شايفه العز اللي كريمه عايشه فيه وتقول لك فلسنا؟ ده القصر ده بحق الارض اللي عندنا كلها. انتي هتقولي لي، ما انا عارفه كريمه وكهنها وقلبها الاسود. اقعد ياما شويه، رجلك هتوجعك من الوقفه. لكش صالح انت. وادي حسن، تعالى ما اقول لك. نعم يا عمتي. ما تعرفش يا واد متر الارض في المنطقه دي يجيب كام؟ في المنطقه دي؟ ايوه. لا ما عنديش فكره والله. ما عندكش فكره؟ اه. ولا مش عايز تقول؟ ما انت عامل زي ابوك. من غير ما تسال، شكله غالي قوي قوي. عمتي وحشتيني قوي قوي، شفت اللي حصل؟ تزعليش يا اختي، بكره يطيب ويبقى زي الحصان.
يسمع من بقك ربنا يا مرات عمي. ادعي له بس انت. بدعي له يا حبيبتي، بدعي له من قلبي ربنا العالم. والله يا عمتي لما تعب اول واحده سال عليها انت. انا والله بيني وبينك يعني كان بيقول ان هو مزعلك وان هو خايف يحصل له حاجه يعني وانت زعلانه منه. مزعلني وقلبي غضبان عليه، انا صريحه وبقول اللي في قلبي. خلاص يا فوزية مش وقته الكلام ده. انا قلت كده برضو يا مرات عمي، عشان كده قلت اتصل بيكم تيجوا تطمنوا عليه يعني عشان لو حصل حاجه يبقى ميت وهو مستريح. تفي من خشمك يا ريتال. معلش يا حسن ما خدتش بالي منك خالص، ازيك؟ انا كويس ولا يهمك، انا مقدر اللي انت فيه. كملي كملي ان شاء الله هيبقى كويس يا اخويا. لا يا حميتي ما تجيش تسالي علينا، ما تجيش تسالي علينا الا في المصايب. بنبقى نفسنا نشوفك تيجي تقعدي معانا وتطمني علينا. بصريح العباره كده امك هي السبب. يا فوزية اكتمي، اقول لها مش وقته يا بنت. امال فين شادي وزينب؟ شكلهم كده مش عايزين يسلموا علينا. ليه بس يا مرات عمي؟ ابدا والله، ماما طلعت تنادلهم ونازلين دلوقتي. يلا خشي يا بنات سلموا ورحبوا باهلكم. اهلا اهلا، ازيك يا عمتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ وحشتينا. ازيك يا عمتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا مرات عمي؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حسن؟ انا تمام زي الفل. ازيك يا حسن عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله اهلا بيكي. امال عبد الحكيم فين؟ دخل المكتب مع السكرتير ده. طبعا اذنه. ما شاء الله الفيلا جميله وفي جنينه كمان. ما تيجي يا ريتال تفرجيني الجنينه. ماشي حسن تعال. اتفضل. نورتي يا مرات عمي. عيش يا حبيبتي. نورتي يا عمتي. شكرا يا حبيبتي. شوفي الجنينه. منورين. انا ما خبرش تقصدي. اعذرني يا حاج، انا مش هينفع اقول لسعادتك اي حاجه الا لما الحاج عبد الله يبلغني. اسرار يعني؟ انا اخوه الكبير. طبعا يا حاج وعلى دماغي، بس انت يعني لازم تقدر موقفي. ازيك يا عمي عامل ايه؟ والله العظيم منور الدنيا. اهلا يا شاهد. وحشنا قوي يا عمي. اهلا يا بنتي. بقولك يا عمي احنا يا دوبك بقى نروح لبابا. اهي يا دوبك. يلا يا بنتي. يلا يلا اتفضل يا حبيبي.